هذا ودخلت المعارك في المديريات الغربية لمحافظة شبوة أسبوعها الثاني بتقدم متسارع أحرزه الجيش الوطني مسنودا بألوية العمالقة وفرض سيطرته على مديريتي عسيلان وبيحان. نعم، وكانت قوات الجيش والعمالقة أعلنت خلال الساعات الماضية مهلة مدتها 6 ساعات أمام ميليشيا الحوثي الإرهابية للانسحاب من مديرية عين، وذلك بعد استكمال تحرير مديرية بيحان مساء الجمعة. وتوعدت القوات بإطلاق حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي حال لم تنسحب الميليشيا من مديرية عين، كما أكدت جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية لتحرير مديرية عين دون تأخير. والسبت الماضي أطلقت قوات الجيش والعمالقة عملية عسكرية لاستعادة مديريات بيحان الثلاث، وذلك على إثر قرار بإقالة محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو استجابة لضغوطات سعودية وإماراتية. إذن ولمتابعة آخر التطورات العسكرية في محافظة شبوة وهذا التقدم المحرز، هناك انضم معنا سيد علي محمد بحاج الإعلامي المعروف من هناك. نرحب بك سيد علي معنا في أخبار المنتصف. إذن نلاحظ هناك تقدمات متسارعة وتمشي ربما الخطة التي أطلقها أو أطلقتها قوات العمالقة والجيش الوطني بتقدمات متسارعة. الآن نحن في المرحلة الثالثة وهي تحرير عين، كيف تجري المواجهات في هذه المديرية؟ هل هناك انسحابات؟ ما طبيعة الوضع هناك؟ طبعا سهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة يمن شباب. تحية لك. بعد استكمال تحرير مديرية بيحان العليا بمحافظة شبوة، قوات الجيش والهوية العمالقة طبعا في عقبة القنبع وما بعدها حرمت عزلة مسور الدباش وعزلة النقص وصولا إلى عزلة الساحة مركز القريبة من مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية. نعم، إذا كما تحدث هناك فرار بالنسبة للميليشيا، تم تحرير عقبة القنضع حاليا، والآن طلائع الجيش والمقاومة في منطقة الساحة مركز مديرية نعمان. يعني أفهم من كلامك سيد علي الآن، هل تم تحرير مديرية العين؟ هل هناك انسحابات من قبل الميليشيا؟ يعني تتحدث الآن أن الجيش وألوية العمالقة هم يعني في منطقة الساحة في مديرية نعمان في محافظة البيضاء. طبعا لا زالت مديرية العين بمحافظة شبوة في قبضة ميليشيا الحوثي. طبعا هناك مفاوضات تجري لانسحاب ميليشيات الحوثي. أعطت قوات ألوية العمالقة مسنودة بالجيش مهلة لمغادرة هذه الميليشيات من المديرية، ولكن إلى الآن لم يتم. طبعا تمت السيطرة على مفرق مديرية عين، ولكن إلى الآن لم يتم الدخول إلى مديرية عين. نعم، إذا أنت تؤكد الآن هناك مفاوضات تجري ما بين الميليشيا وألوية العمالقة والجيش ربما لانسحابهم من عين، إلى الآن لم يتم الدخول هناك. إذا من خلال اطلاعك سيد علي، هل سيكون هناك انسحابات أو ستدور هناك معارك لتحرير مديرية عين؟ طبعا من خلال متابعتنا لمجريات الأحداث السابقة التي دخل الحوثيون من خلالها إلى مديرية عين، طبعا حصلت بعض الاشتباكات لما دخل الحوثي إلى مديرية عين، ولكن بسقوط مديرية العلياء وعقبة القنبع أيضا سيسهل من الضغط أكبر على انسحاب الحوثيين من هذه المديرية. أتوقع طبعا في خلال لحظات أن يتم انسحاب ميليشيات الحوثية من مديرية عين. هذا طبعا
تحليل ورأي شخصي وسننتظر من خلال اطلاعك. نعم، إذا أنت ترجح أن يكون هناك انسحابات من قبل هذه الميليشيا من مديرية عين. أيضا يعني كما تحدث سيد علي، يجري الآن خنق هذه الميليشيا من عدة محاور كما تحدث، وهناك فرار، وأيضا هناك تحليل عقبة القنضوع، والآن ألوية الجيش والعمالقة هي أيضا في منطقة الساحة مركز مديرية نعمان. باعتقادك أيضا، هل سيكون هناك معارك في محافظة البيضاء وتحديدا في هذه المديريات، أم ستكون هناك انسحابات سيد علي؟ طبعا الى الان طبعا على بعد عقبه القنبه المعلومات الاوليه لم يعني يصلوا الى مركز مديريه نعمان، يعني مديريه مركز المديريه، انما على الاطراف اتوقع اذا كانت في مياه للانويه العمالقه والجيش الوطنيه للدخول الى مديريات البيضاء اكيد ستكون هناك مواجهات في مديريات محافظه البيضاء، حيث ان الجبهات او القوات الحوثيه هناك لديها امدادات من عده جهات اخرى. لكن في مديريه عين او حريب ربما ستضيق عليهم الاختناق ولا يجدوا هذا التمويل الذي سيجدوه في مديريات البيضاء. نعم، هذه نقطة مهمة على ذكر يعني قطع خطوط الإمدادات للميليشيا في محافظة البيضاء، وهذه نقطة مهمة ربما الآن تقوم بها قوات الجيش وألوية العمالقة لمزيد من خنق هذه الميليشيا. قبل أن أختم معك سيد علي، بما يتعلق بالمديريات المحررة في محافظة شبوة أبيحان وعسيلان، كيف يعني الأوضاع هناك؟ ماذا أيضا عن الألغام؟ هل تم تطبيع الحياة؟ لو توضح لنا طبيعة الأوضاع في المديريتين المحررتين. طبعا مديرية عسيلان تم تحريرها قبل يومين، بدأت الحياة نوعا ما بالعودة إلى الأسواق وإلى طبيعة الناس، لكن في مديرية العليا ما زالت فرق الألغام باشرت نزول إلى أماكن التي يعتقد فيها الألغام. الوضع نوعا ما الوضع إنساني يحتاج إلى تدخل أكثر لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن عبثت هذه الميليشيات الإرهابية في هذه المديرية. نتمنى من جهات منظمات المجتمع المدني والدولي في محافظة شبوة والمحافظات المجاورة أن يتم الدخول إلى هذه المديريات ومساعدة الأهالي حتى تتم الحياة إلى طبيعة وعودة الحياة إلى طبيعتها. نعم، وتطبيع الأوضاع. سيد علي، أشكر انضمامك معنا الإعلامي المعروف السيد علي محمد بحاج، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.